معايا عبر الهاتف الآن واحد من أساطير نادي الزمالك، واحد من أبرز نجوم نادي الزمالك على مر التاريخ، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، الكابتن الكبير كابتن فاروق جعفر. يا كابتن فاروق، مشرف ومنور كالعادة. ربنا يخليك كريم. ازيك حبيبي؟ أخبار حضرتك إيه؟ كله بخير؟ الحمد لله. أخبارك أنت؟ تمام؟ أنا زي الفل. قول لي، تابعت المباراة إزاي النهاردة والظروف اللي حصلت في هذه المباراة؟ المباراة اللي كانت صعبة جدا يعني على الزمالك النهاردة. النهارده انا كنت بتابع المباراه، كنت شغال النهارده الحلقه اذاعه المباراه دي. والواحد يعني ربنا يعلم بيها، الواحد توتر واعصاب، والمباراه دي راحت وجت وراحت وجت يعني. بس الحمد لله طبعا انا ببارك الاول لجماهير نادي الزمالك، وببارك للعيبه والجهاز الفني وبقول لهم مبروك. ويعني عملته النهارده، عملته انجاز كبير يعني. بعد انت متاخر 3-0 وترجع للمباراه وتكسب 4-3 بالورقه والقلم، يعني انجاز يعني. حتى ما تسالش عن الاداء، اسال انت ايه اللي طلعت بيه من المباراه. فانت الحمد لله الاداء النهارده، حتى لو في الشوط الاول ما كانش بشكل كويس، ما كانش مرضي، لكن الشوط الثاني اداء جيد. كل اللعيبه كانت في حاله كويسه، كان عندهم اصرار وعندهم قدرة على ان هم يرجعوا للمباراة بشكل كويس منظم. تغييرات، وانا يمكن كنت، وكان ليا مش عتاب، كان ليا وجهة نظر ان اوباما في الحالة الفنية اللي هو فيها لازم يكون في الملعب. هو الجهاز الفني يا كابتن، الجهاز الفني يا كابتن فاروق بعد المباراة قال انه اللاعب كان عنده شد خفيف في العضلة الامامية، وهذا سبب وجوده على الملعب. ما كانش، لو عنده شد ما كانش نزل الملعب، مفيش كلام ده. احنا بنقول مبرر، ما عيب، مش مشكلة ان انت تقول ما وفقتش في التغيير. يعني ما، طب ما هو الماتش اللي فات قعد لعيبة، ماتش المقاولين كان بيلعبوا في المباراة اللي قبليها وبعدين قعد لعيبة. احنا مش يعني، احنا نادي كبير على ان احنا نقول الكلام الحجج دي اللي مالهاش لازمة. مش عيب ان انا ما كنتش موفق في الاختيار، ومش عيب ان انا اصلح الاختيارات اللي ما كنتش موفق فيها، ومش عيب ان انا اقول لما كنتش النهارده انا ما كنتش موفق، واللعيبه هي النهارده اللي كانت موفق. النهارده صاحبه يعني صاحبه المكسب الجماهير واللعيبه، هم اللي عملوا النهارده الحاله وحاله الاستقرار دلوقتي في 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 الجهاز الفني. ان انت كسبت، طيب كابتن فاروق، كسبت الجماهير وكسبت المباراه. طيب كابتن فاروق، حضرتك في اطار حديثك بتقول انه النهارده كان انجاز انه الزمالك قدر يكسب 4-3، وكلنا بنقول كده، بس ايه اللي خلانا نوصل جميعا نقول انه الزمالك لما يتخطى فريق زي ارتا سولار، فريق ضعيف بلا تاريخ افريقيا، وفي دول 32 من الكونفدراليه، ان احنا نضطر نقول انه الزمالك النهارده عمل انجاز؟ يعني هو الزمالك النهارده، خلي بالك انت، انت عشان تجيب هدف في فرقه فاجئتك في المباراه الاول، في المباراه الاولى ان تكسبك 2-0 ده كان مشكله كبيره جدا. وبعدين النهارده بدات المباراه راحوا جايبين هدف كمان فيه، فانت دخلت في 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 مشروع بقى ان انت ازاي تخرج من المشروع ده وانت كسبان. انا شايف ان اللعيبه ادت بشكل كويس، بشكل تحس ان اللعيبه كان عندها اصرار وكانوا رجاله في الملعب، واللعيبه معنوياتهم بيدوروا على المكسب. الهدف هيزيد من معنويات، هيعمل ارتقاء للافكار والتركيز. وده اللي حصل. اللعيبه النهارده قعدت تقاتل لمده مثلا في الشوط الاول، وانت طلعت الشوط الاول خسران، رحت الشوط الثاني نزلت فرقه ثانيه غير الفرقه الاولانيه دي خالص، فرقه في كل حاجه، في الاداء، في الفنيات، في اللياقه البدنيه، في الضغط، في الاصرار، تركيز، كل عناصر الكوره وكل عناصر النجاح كانت موجوده الشوط الثاني. صحيح. عشان كده انت كسبت. لكن انا ضد مبدا ان انا اقول مثلا الزمالك في الظروف دي لعب كويس او لعب وحش. انا الظروف دي بتعرضك لفرق عشوائيه الاداء، بياخدك بتروح معاه. والنهارده هو ده اللي حصل. انت مش عارف توصل للمرمى الشوط الاول خالص، ورغم انت مش عارف توصل للمرمى راح جاي فيك هدف. لكن الحاجه اللي تتحسب للعيبه، واللعيبه رجاله النهارده، والجماهير كمان كان بتدعمهم بشكل كويس، ان انت رجعت للمباراه وقدرت تجيب 4 اهداف. طبعا يعني بالورقه والقلم ده حاجه، طيب حاجه كويسه جدا. طيب كابتن فاروق، طبعا كابتن فاروق، عايز اسالك سؤال بقى. كابتن فاروق، الاسم الكبير والمدرب الكبير، انا دلوقتي لما عاوز احكم على اوسوريو، اقول مدرب جيد ولا مدرب غير جيد، ولا مدرب عامل ازاي؟ يعني احنا طول الوقت، هو كنت لسه بتكلم قبل حضرتك بتدخل، هو مش فاهم مش مفهمنا يعني، مش قادرين نحسب نقول ايه الراجل ده ضعيف، الراجل ده جيد،
هو طول الوقت يا اما يعمل شويه لقطات كويسه يا اما يعمل لقطات كثيره سيئه جدا فنيا يعني. فهو ايه انت بقى شايفه ازاي يا كابتن فاروق؟ انا شايفه ان هو ممكن بيعمل افكار تمشي وساعات بيعمل افكار بيبقى عليها تعليقات وانتقاد جامد جدا زي الشوط الاول النهارده يعني. انا عندي مثلا اوباما حاله كويسه اما قعده بره، عندي مثلا حسام عبد المجيد اما قعده بره، عندي مثلا بتكلم على نيمار ما قعده بره. فانت يعني بتخلق لنفسك مشاكل رغم ان انت عندك استقرار في الفرقه يعني. انت هو نجاح المدرب في طريقه لعب وتشكيل صح. هو ده نجاح المدرب صح. لازم يستقر على التشكيل. انا ما ينفعش ان انا كل مباراه اغير اللعيبه، ما ينفعش. حتى الانسجام التوافق في الاداء نفسيا ومعنويا مع بعض اللعيبه دي الماتش بتخلي اللعيبه تخرج بره التركيز. هو ممكن هو حاسس بكده، ما هو ممكن يكون بيتفائل، ممكن اي حاجه ان تخليه كل مباراه يغير ست سبع لعيبه. ما يعني ما شفناش كده في الكوره، كلنا شغلنا ولعبنا لما شفناش كده في الكوره. طيب كابتن فاروق، حضرتك وانت مرشح لرئاسه نادي الزمالك لو في وضع مسؤوليه الان تعمل ايه مع اسوريو؟ قرارك ايه اتجاه اسوريو؟ ما حدش هيمشي مدرب الا اذا كانت النتائج سيئه. طول ما النتائج انت بتكسب طول ما الامور ماشيه فانت ما تقدرش تيجي جنبه. لكن وانس ان النتائج بدات تتهز ما فيش استقرار في الحاجات دي، فانت لازم تتدخل. يعني هو لو كان خسر النهارده كان هيمشي؟ هو ما فيش مجلس اداره عشان يمشيه، خلي بالك. ولا مين وبعدين انت عندك اللجنه الموجوده دي لجنه تسيير اعمال، مالهاش دعوه بالكلام ده خالص يعني. مالهاش دعوه بالفنيات بالكوره لا، دي تسيير اعمال، تكلم في اشتراكات، هتعمل انتخابات، لكن هي مش شغلتها. ده انا كنت من فتره قلت لازم نعمل في الفتره اللي هي فيها النادي مش هيبقى فيه مجلس اداره واللجنه الثلاثيه دي ضيوف عندنا وهيمشوا، اعملوا لجنه من اولاد النادي تبقى بتتابع مع عبد الواحد السيد ازاي يبقى في التواجد في النواحي الفنيه او الكلام مع المدير الفني او وده كان اصلح حاجه. يمكن الناس ما وافقتش والناس ما وافقتش، الكلام ده مش لصالح النادي. انت عندك لسه عندك ماتشين قبل الانتخابات، فانت بالتالي لازم انت محتاج لجنه على الاقل اثنين ثلاثه يكون بتوع كوره اسامي كويسه اشتغلوا في التدريب عينهم كويسه على اللعيبه ويتكلموا معاه. لكن انا ما يعني صعب ان انت كمان تقول على المدرب وحش او كويس في التوقيت ده. ممكن هو مش عارف اخره الدنيا ماشيه معاه ازاي، هل هيستمر هل مش هيستمر، هل المجلس اللي هيجي هيقعد وهيمشي، هو كمان مش مستقر نفسيا يعني ومعنويا. طيب كابتن فاروق، انا عايز اكلمك بشكل عام فيما يخص كل المرشحين اللي داخلين انتخابات نادي الزمالك واولهم حضرتك طبعا. في سؤال جمهور الزمالك دايما بيساله، يقول لك ايه؟ في مرشحين كتير نازلين انتخابات نادي الزمالك واول ما هيكسبوا هيبداوا يقولوا يا جماعه النادي فيه مشاكل كتير واحنا مش عارفين نحل وعندنا ازمات. فبيقول لك دايما اللي عارف مشاكل الزمالك يخش يحلها، ما يقولش ان في اكتشفنا مشكله او حصل ازمه ومش عارفين نحلها. رايك ايه في الكلام ده؟ انا هي بكلم على فكره مش بس الكابتن فاروق المرشح لرئاسه نادي الزمالك، انا بكلم واحد من رموز نادي الزمالك. طيب انا عشان اخش وابقى عندي الجراءه ان انا اخش في الترشيحات بتاع مجلس اداره النادي لازم اكون عارف موقف نادي الزمالك المادي، موقف نادي الزمالك مثلا في البطولات عامل ازاي، مجلس اداره نادي الزمالك عنده مشاكل في العضويات عامله ازاي، يعني عندنا حاجات كتير قوي. لازم انت تكون بتدرس الكلام ده عشان انت ما تيجي تخش في بقى في المنظومه دي وتقدر تشتغل تبقى عندك علم وعندك ثقافه بالحاجات اللي مرت على النادي. لكن انا مش هخش وابقى رئيس النادي وانا مش عارف ايه اللي موجود في النادي وبعدين حد ابحث اقعد لي سنه ولا سنتين، لا. انا لازم ابقى عارف نادي الزمالك. اولا انت ما بتيجي تتكلم عن المديونيه لازم تتكلم المديونيه بالورقه والقلم. عايز تتكلم على الايقاف وفك الايقاف لازم بالورقه والقلم. طب مين سبب الايقاف وكل ده عشان تحل المشاكل بالورقه والقلم. انت لو عندك هتجدد للعيبه او لعيبه مش بنتكلم على الكوره لكل الالعاب او انت مش عارف الالعاب دي هتجدد للعيبه في حدود كام من المال يبقى انت مش يعني مش ما تبقاش موفق. انا عندي دلوقتي مشروع مثلا عندي مشروعين، المشروع الاول اللي هو بتاع 6 اكتوبر، المشروع الثاني بتاع مرسى مطروح.
مرسى مطروح ده يعني حاجه صيفيه الناس بتروح تتمتع فيها، فلازم كل واحد عنده اسره ولا حاجه يتمتع يشوف هو قد ايه الامكانيات موجوده هناك، ونطور الامكانيات، وعندنا ناس كتير قوي تطور وتزود عدد الاماكن اللي موجوده. ما بدل ما احنا قاعدين بيقولوا هيسحبوا الارض او سحب، لا احنا نجري ونشتغل، احنا نرجع الارض تاني ونبتدي نجيب ناس مطورين يعملوا لنا مرسى مطروح بشكل كويس ويليق بنادي الزمالك. الحاجه الثانيه، لو رحنا على 6 اكتوبر، 6 اكتوبر الكلام فيه اكثر مما يحدث فيه. كلام كتير جدا، بعدين في الاخر انت مش واخد منتج، الناس كلها بتتكلم، لا انا بقول 6 اكتوبر ده حاجه يعني حاجه كبيره جدا وحاجه فخمه، مشروع كبير 128 فدان، المفروض احنا بنبقى عاملين حسابنا هنعمل فيهم ايه. صحيح. لا بص لا كابتن فاروق، انا عشان بس الكلام ده مهم جدا والكلام ده لازم يتفرد له مساحه، فانا هستاذنك في وقت قريب لو تسمح يعني تنورنا ونتكلم في هذه الامور تفصيلا، عشان كمان جماهير والجماهير العموميه في نادي الزمالك يسمعوا الكلام ده، عشان اكيد كلام مهم جدا لو تسمح. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن الكبير كابتن فاروق جعفر، واحد من الاسماء الكبيره، واحد من رموز نادي الزمالك ومرشح لرئاسه نادي الزمالك، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.